روضة العامري اليوم اخترت انها تحكينا على موضوع مهم هو اهمية الحليب عند الكهول. دونك اذا كان انتم الموضوع هذا يهمكم تابعونا مليح، واذا كان عندكم ما تسألوا زادة مرحبا بكم على 36 300 سينون زادة على الباج متاعنا جوهر اف ام على الفيسبوك. توت سويت فيتامين. فيتامين تيجين الماء المعدني الطبيعي يقدم لكم فيتامين. تيجين نسمة الراحة بعد التعب، سفاوة الندوة لمعنق الأوراق، ونكهة الصحة ونشوة الذواق. تيجين أحلى مذاق. تيجين يتمنى لكم رمضان مبروك. هذا العام لي صباح النور. عسلامة، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل. يوم رمضان تعبك ولا صباح؟ لا صباح الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ديما نهايين الوالد ثلاثة فيهم شوية قلق، سينو سيبا الحمد لله ومتواصلين معاه. وإن شاء الله رمضان مبارك سورتو مع الصحة والعافية. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة رمضان إن شاء الله. اليوم باش نحكيو على الكهول، باش نحكيو على موضوع مهم جدا فيما يخص الكهول ومستقبلهم. إن شاء الله ربي يطول في عمر الناس كله يعطينا الصحة والعافية. احنا منهم راه طبعا احنا منهم صغار. باش تعطينا تاول انترفال متاع العمر باش نحكيو على الحليب ومشتقات الحليب. اكزاكتومون، احنا اليوم باش نحكيو على العبيد اللي يفوتوا فترة النمو اللي هما في الانترفال سورتو ما بين ال 25 سنة وما بين ال 45 سنة، اللي هو عمر يقول لك انا ما عادش نستحق لي برودوي ليتي. اوغ سي با فغي، لانه انت الكالسيوم تقعد تستحق له حياتك الكل، حياتنا الكل راهو الخلايا العظمية نتاعنا يقعدوا يتجدوا. والحاجة اللي ما نعرفوهاش اللي الكالسيوم اكثر نوع نتاع كالسيوم الامتصاص نتاعو ساهل هو الكالسيوم اللي نلقاوه في لي برودوي ليتي في الحليب ومشتقاته. لانه كي برجع عبيد يقول لك انا لا انا نجم نستغنى على حليب وابخيتو الكالسيوم نجم نلقاه في حاجات اخرين. صحيح الكالسيوم فما برشا عبيد يقول لك انا باش ناخذ شويه كالسيوم هاكا ناخذ مثلا شويه جلجلين، جلجلين فيه برشا كالسيوم، لكن الامتصاص نتاع الكالسيوم اسهل كي ناخذوه في الحليب ومشتقاته اي سورتو في الياغورت في البن وفي الرايب. لانه الثلاثه هذوما علاش هما خير من الحليب؟ لانه احنا قد ما نكبروا قد ما الانزيمه اللي ال ديغراد اللاكتوز تولي ما عادش موجوده. هذيك علاش برشا عبيد يقول لك انا كي نشرب كاسه حليب نتقلق ونعدي نهار كامل متقلق وعندي بالون ما وما نجمش نخرج من الدار. نقول لك في الكا هذايا راهو كلامك صحيح. دونك انت كي تستغنى على حليب ما يقلقش، لكن ما زمتكش تستغنى على الحليب ومشتقات الحليب، راهم سان غيان افوار، فما فرق كبير ما بينات بعضهم. هذيك علاش الكونسوماسيون تاعنا للياغورت وللبن وللرايب ما تتنحاش، تنحي الحليب ما يقلقش. لانه انا نفهمك، معناها انا باغ اكزومبل زاده كيف كيف عندي اون انتوليرونس اسمها هكا انتوليرونس او لاكتوز، على خاطر الانزيمه اللي عندنا اللاكتاز معناتها توا سورتو توا لا جينيراسيون تاعنا هي اللي الانزيمه هذيا تمشي تتفتفت وتولي ما عادش تخدم في الدور نتاعها. دونك احنا ليديال توا في رمضان ناخذوا كويس رايب باغ اكزومبل مع شقنا الفطر وكعيبه ياغورت في السهريه، وهكاك الكهول نحكيو على الانترفال نتاع العمر هذايا نحميو رواحنا. يعطيك الصحه، نحميو رواحنا من هشاشه العظام سورتو النساء اللي باش يقربوا لسن الامل. دونك وقتها معناتها باش تقرب لابخي منوبوز، دونك نخافوا زادا كيف كيف من هشاشه العظام. حاجه اخرى من لي بيان في نتاع لي برودوي ليتي سورتو نتاع الياغورت اللي هو غني باللي فيرمون لاكتيك. لي فيرمون لاكتيك اللي احنا ريت نثقلوها بالماكله وبالطبلبيز في رمضان، دونك تلقى روحك انت عندك قلق نتاع هضم، دونك لو ترانزيت انتستينال يدخل بعضه شويه. الحاجه الباهيه في الياغورت ولا في البن ولا في الرايب اللي هما غنيين بالخمائر اللبنيه اللي يعاونوا المعده نتاعنا باش تخدم خير، وهكا تتحسن عمليه الهضم. دونك هذاك علاش انا جو كونساي العباد باش يتفاداو هشاشه العظام وباش ينحيوا القلق نتاعهم، راهم لازمتنا نقعدوا ان كونسوم لي برودوي ليتي. احنا حكينا عليهم في رمضان، مي راهو نحكيو اون جينيرال معناتها في على طول العام لازمتنا ديما entre 2 et 3 produits laitiers par jour. نبعدوا على الحليب اوكي، اما نستهلكوا البن والرايب والياغورت. دونك ما بين زوز وثلاثه كما تفهمنا، كاس البن، كعيبه ياغورت في رمضان في السهريه، وكعيبه في السحور. دونك كابتن ياغورت وكويس البن ولا رايب سي لارجمون سوفيزون يا جماعه. بي بيان، قبل ما نكملوا سؤالي زاد كيف فالابل على طول العام مش كان الشهر رمضان. مالا استهلكوا الحليب، فما برشا ناس تسائل وتحب تعرف الفرق بين الحليب نصف دسم
وبين الحليب دسم كامل، يعني يقول القائل حتى من التسمية حليب دسم كامل بل فيه منفعة أكثر. شوف صلح لنا وأعطينا شو بالنسبة للصغيرات. بالنسبة للصغيرات لازمتهم يستهلكوا الحليب الكامل، لأنه الحليب الكامل فيه أكثر كونتيتي متاع ماتير غراس. ولهنا شنو هو الصغير شنو يستحق للكواسانس للنمو متاعه؟ يستحق لفيكساسيون متاع الكالسيوم اللي هي تم بالفيتامين دي. دونك لهنا الصغيرات اللي ملي ندخلوا لهم الحليب حتى يكشل ال 12 13 سنه في الفاز دو كرواسونس نتاعهم لازمتهم يستهلكوا الحليب لونتي. بعد على قد ما واحد يكبر في العمر على قد ما عادش يستحق الماتير غراس اللي موجودين في الحليب، خاطر ابريتو احنا من اكثر الحاجات اللي اون لي كونسوم هي الماتير غراس. دونك وقتها نجموا نستغنيوا على الحليب الكامل الدسم، هكا هو اسمه فيه كامل الدسم، وناخذوا الدمي اكريمي اللي احنا نستهلكوا فيه توا الكبار. اما الصغار ما لازمناش نعطيوهم نصف دسم، هذيك علاش انت صغيرك تعطيه نصف دسم ساعات تلقاه حتى عنده مونك نتاع فيتامين دي، لانه الكونتيتي الباهيه نتاع الماتير غراس هي اللي باش تخلي لابسوربسيون نتاع الكالسيوم تصير بالباهي. باش نحكيو على الصغار، قلت لي الايامات الجايين ان شاء الله. أي. يعطيك صحة، موضوع مهم بربي. انا ذكرت حاجه كي انت قلت لي على الحكايه هذيا، ذكرت الفرق ما بين الحليب كاس حليب وما بين قهوه حليب. هو جا لبالي السؤال، ولكن قلت مادام نحكيو على حليب خلينا في الحليب. راني كي نحكي على حليب راني نحكي على الحليب الابيض، على خاطر انت كي باش تحط اي نوع نتاع قهوه في الحليب راهو ديجا باش تصير لا ديغراداسيون نتاع الكالسيوم اللي في كاس الحليب. دونك العبيد اللي يحبوا على منفعه الحليب يشربوا الحليب كما هو ابيض. تري بيان. انتم اذا كان عندكم اي تساؤل في الاطار هذا تنجموا تكلمونا تو سويت على 36 300 ولا تفاعلوا معنا على الباج جوهر اف ام على فيسبوك، واحنا نعطيكم الاجابه وروضه تعطيكم الاجابه بطبيعه الحال. شكرا لك روضه، يعطيك الصحه. عايشك شيء طيبه.